اليوم رح نحكي عن موضوع شوي مختلف عن العادة. دائما بنسمع رأي الموارد البشرية بمختلف تفاصيل حياتنا، بمختلف تفاصيل الوظائف، لكن اليوم وعدي بدنا نشوف شو هي المعوقات يمكن والمشاكل يلي بتحد من عمل هالقسم بأنه هو يحقق الأهداف المطلوبة منه. يمكن كمان موظف الموارد البشرية مثل باقي الموظفين عنده معاناة والمشاكل، ولكن من نوع خاص. ولهالسبب حتكون معنا اليوم خبيرة بهالمجال، هي الأستاذة نور الحموي عبر خدمة زوم. يعطيك العافية نور، كيف صحتك؟ أهلا وسهلا فيكم. أنا الحمد لله، أنتم كيفكم؟ نشكر الله، اشتقنا لك. هلا بداية خلينا هيك نحكي شوي عن الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن قسم الموارد البشرية ضمن بيئة العمل. هلا نحن لما نحكي عن جهة معنية أو جهة مسؤولة عن الرقابة، فهي بلا شك إنه هي مديرية العمل أو مكتب العمل بالبلد اللي نحن عم نحكي فيه. طبعاً بيشمله موضوع مديرية التأمينات الاجتماعية كمان بالبلد اللي نحن عم نحكي فيها، مأخوذاً بعين الاعتبار موضوع القوانين والتشريعات اللي بتكون دائماً عم تتجدد بالشركة. فالمسؤول أو المعني الأساسي بهذا الموضوع هو أكيد مكتب العمل بالبلد. طبعا هو مو من السهل انه هو يقدر يعمل ضبط او كنترول على او رقابه على مهام اداره الموارد البشريه بكل البلد، على امتداد البلد كلها، بسبب الامتداد الجغرافي، بسبب التنوع المهني، بسبب انه ممكن يكون في شركات صغيره شركات كبيره. ولكن بالنهايه هو مهمته انه هو يعمل على انه عم يتم العمليات بالطريقه الصحيحه بهذا القسم. تمام نور، نحن مثل ما حكينا يعني بمقدمة حديثنا لليوم أنه في معوقات يمكن هي بتحد من قدرة العاملين بقسم الموارد البشرية على أنهم يحققوا أهدافهم، وكونك اشتغلتي يعني لسنوات طويلة بهذا المجال، فحتى بدنا نسألك بشكل شخصي، من شو بيعاني اليوم موظف الـ HR بأنه يقدر يوصل بمهمته للإنجاز؟ هلا معوقات، هي ممكن يكون في معوقات داخليه ومعوقات خارجيه. معوقات خارجيه هي المعوقات العامه اللي لها علاقه بانه يكون في منافسين جداد بنفس الدومين يعملوا استقطاب للموظفين اللي عندي. ممكن يكون في عوائق بتشريعات او قوانين جديده لها علاقه بسوق العمل. بالإضافة للمعوقات الخارجية اللي هي ممكن تكون مثلاً تغييرات وظيفية، ترفع حدا من الموظفين، فبالتالي هالشي ممكن يعمل إحباط لباقي الأشخاص، يعمل انخفاض، خليني أقول انخفاض بنسبة الإنتاجية. ممكن تكون في عندي مشكلة بالميزانية أو البودجت يلي الشركة بتكون محددتها لقسم الموارد البشرية، فبالتالي هذا الشيء بينعكس على خطة التدريب، على طريقة استقطاب الموظفين. كل هذا الحديث بينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على خطة التدريب. مثلاً أنه أنا ما بقى فيني بسبب البودجت اللي عندي لأنه هي قليلة، ما بقى فيني أني أدور على ترينينج كورس للموظفين خارج الشركة، فبعوض عنها بحل تاني أني أجيب حدا من الأشخاص الإكسبرت عندي بالشركة أشتغل عليه على أنه هو يصير حدا ترينر، ويكون هو عم يعمل تريننج للموظفين. هو ممكن يستفاد بشيء مادي وشيء معنوي انه هو طلع ستيب في الكارير تبعه، وبنفس الوقت انه انا خففت شوي من الكوست عندي بالشركه. فهي في عوائق كثيره مثل ما قلت لك، هي شيء ممكن يكون بقلب الشركه بميزانيه الشركه وبقرارات الشركه، وشيء خارجي عام على مستوى كل الشركات. عدم استقلالية قسم الموارد البشرية قد ممكن تأثر على سير العمل واختيار أكيد الأشخاص المناسبين للشواغر يلي بتكون متاحة؟ اتخاذ القرار هو مو بس يعني بقسم الموارد البشرية، هو شيء أساسي بكل الأقسام، كل العمل الإداري بالشركات. يعني حتى على مستوى مثلا إذا قلنا الانترنال أوديت أو التدقيق الداخلي، إذا هو ما كان مستقل وقادر ياخذ قرار كإدارة لحاله فهو مشكلة، يعني هو مشكلة لدرجة أنه ممكن يكون ما عاد له داعي إذا هو ما أنه مستقل. فكل الأقسام هي إذا ما أخذت استقلاليتها بالعمل الإداري هي حتكون عندها مشكلة. بيأثر هذا الحديث بموضوع كثير مواضيع، مثل موضوع الترقية الوظيفية مثلا، مثل موضوع النقل بين الموظفين، مثل السالري سكيلز مثلا، مثل موضوع انتقاء الموظفين لأنه بصير ما أنه قدران يستقل يختار الشخص الصحيح لهذا الشاغر. فهي بكل النواحي، يعني موضوع الاستقلالية هو شيء أساسي للقسم الموارد البشرية ولغير أقسام حتى.
نور، يمكن اليوم لأنه قسم الموارد البشرية له علاقة بمختلف الأقسام ودائما في عمل مشترك وتنسيق، هل هالشي ممكن يلعب دور بأحيانا أنه يحد من قدرة الموارد البشرية على أنه تأمن أو تؤدي وظائفها بالشكل الأمثل؟ هل هو شكل من أشكال المعوقات يمكن بعملهم؟ قسم الموارد البشرية هو مهمته أنه هو يكون على اتصال مع كل الأقسام، حتى مو مع كل الأقسام، هو لازم يكون على اتصال مع كل الأفراد بالشركة، يعني ابتداء من الرئيس التنفيذي أو CEO وانتهاء بعامل النظافة. فلا، هو شغلته وأساسه أنه هو يكون على لينك مع كل الأشخاص، على تواصل مع كل الأفراد ومع كل الإدارات بطريقه صحيحه. طبعا بتختلف طريقه الاتصال والتواصل حسب حجم الشركه، يعني اذا كانت شركه كثير ضخمه فيها الاف من الموظفين فهو ممكن يكون في صعوبه انه هن يكونوا على اتصال مع الاشخاص، فبتصير علاقتهم مع الاقسام مثل ما حكيتي. ولكن لا، هي مو عائقيه، لازم تكون موجوده، وقسم الموارد البشريه لحتى يكون فعال هو لازم يكون على لينك مع الادارات ومع حتى الاشخاص الموجودين بالادارات. احيانا فرض اشخاص معينين يعني ضمن شواغر معينه هو قد يتعلق بشكل او باخر ايضا بعدم استقلاليه هذا القسم، يعني اليوم وجود اقسام ثانيه ممكن هي تتدخل وتشوف شخص بنظره مناسب لكن ضمن المؤهلات او المعايير يلي عن قسم الموارد البشريه هو ما يكون مناسب، فهون شو بيكون هيك التصرف وهل هذا الشيء عم يصير خلينا نقول بشكل عام؟ ما بعرف اذا انت عم تحكي عن الواسطة مثل ما نحن بنسميها، أو اللي بنقول لها كمان الفيتامين واو، هي موجودة. يعني هلا هي هذا الشيء هو مو شيء ما بصير، يعني حتى ما نكون نحن عم نتخبى وراء إصبعتنا مثل ما بيقولوا، هو شيء موجود، هو شيء موجود بكل شركة أو بكل عمل إداري. الفكرة أنه لحتى نحن نقدر كموارد بشرية يعني نقدر نسوق القصة بالطريقة الصح، أول فكرة لازم نحطها ببالنا أنه نسبة الأشخاص اللي بيجوا بطريقة غير مباشرة أو الأشخاص اللي بيجوا بطريقة غير مناسبة لسبب ما، ممكن من واحدة منها تكون الواسطة، بتتسكر بأنه هي أو فيني أحجمها للقصة بأنه هو أصلاً عددهم مانو كبير. لأنه بالنهاية رب العمل أو صاحب العمل أو الأونر هو الهدف الرئيسي من الشركة تبعه أنه يعمل أرباح يجيب إنكم، فبالتالي نتيجة هذا الشيء هو بيحتاج لأشخاص الكفؤ لحتى يوظفون. فمو دائما هو بيكون بيعرف أنه هو مو دائما لازم يكون عم يشوف الأشخاص أو يدور أو يغطي موضوع الواسطة بعمله، لا، هو كمان بحاجة لأشخاص الكفؤ لحتى أنه هو يقدر يمشي شغله بالطريقة الصحيحة. نور، إذا بدنا نسأل عن موضوع تاني هو له علاقة باستبدال الموظف سواء بالمكان أو حتى بالشركة أو حتى فصله النهائي، قدي الـ HR اليوم بيلعبوا دور بهالشي وفرضه حتى على الإدارة؟ هلا يعني ما بعرف ليش انتم دائما عندكم نظره انه الموارد البشريه هي اللي بتقرر تفصل حدا او تنقل حدا، هي القصص مو هيك بتصير. هي القصه بتكون يعني اذا نحن عم نحكي عن مكان مهني، طبعا دائما في استثناءات، اذا نحن عم نحكي عن مكان مهني ففي دائما بيكون في سياسه عقوبات وسياسة لنهاية الخدمة خلينا نقول. فهي يتم فصل الشخص بعد تجاوز عدة تجاوزات مثلا ضمن قانون العقوبات أو سياسة العقوبات الموجودة بالشركة، فبعد عدة مرات بيتم اتخاذ القرار بأنه ينفصل هذا الشخص أو عن طريق إجراءات نهاية الخدمة. موضوع الفصل أو النقل، برجع بقول إذا نحن عم نحكي بمكان مهني هو يتم بموجب قانون للعقوبات أو البنالتي وليس بموجب قرار أشخاص من إدارة الموارد البشرية. وإذا كنا عم نحكي عن شيء غير اعتيادي أو شيء غير مهني، فاحتمالية أنه يتم فصل شخص بموجب قرار فردي، هو هذا القرار الفردي ممكن يكون من قسم الموارد البشرية ممكن يكون من قسم ثاني، فهي ليست مسؤولية أو عبء أو غلط قسم الموارد البشرية، هي مشكلة إدارية بالأساس. يعني بالمبدأ هي مشكلة إدارية أنه قرارات الفصل أو قرارات النقل عم تأخذ بطريقة عشوائية، فليست قصة أنه موظف الموارد البشرية بيأخذ هذا القرار.
في قواعد يعني او معايير معينه بيتبعها قسم الموارد البشريه ليتعامل مع التجاوزات، ليتعامل مع يعني مختلف الحالات يلي ممكن بتمر فيها اي شركه معينه؟ خلينا نقول هي قواعد عامه يعني بتتبع اقسام الموارد البشريه على اختلافها. قانون العمل هو البوصله، اول شغله يعني باي مكان باي بلد. قانون العمل هو المفتاح الرئيسي اللي بقدر احط فيه او بلش منه اذا كنت عم اسس لنظام داخلي لشركتي. التفاصيل الاساسيه اللي بتخليني احط فيها، اللي بلش منها موضوع العقوبات، موضوع الدوام، موضوع العطل، موضوع الاجازات الى اخره. فهو من هون ببلش فيها. طبعا ممكن يكون في لها ملحقات، يعني ممكن يكون في لها تبعيات ثانيه ممكن انا اخذها لحتى اكمل فيها السياسه تبعي. طبعا داخليا لازم يكون في نظام داخلي للشركه لضبط موضوع المخالفات بشكل اكثر مهني، لازم يكون في سياسه عقوبات مثل ما حكينا. انا يعني عم بحكي عن موضوع سياسه العقوبات ليس غايه وليس من باب انه انا افرض عقوبه على الموظف ابدا، ولكن وجود سياسه واضحه ومعروفه للاشخاص بالشركه انه نحن في عندنا سياسه عقوبات، هو بالعموم بخفف لي عدد التجاوزات بالشركه. فبناء عليه انا يعني بالمجمل بكون عم بخفف على المدى البعيد قد ايه ممكن يكون في عندي تجاوزات بالشركه. تمام نور، حتى لو خبرتي عن العقوبات فبالنتيجه اذا نحكي شوي بالشخصي، انت من الاتش ار يلي محبوبين يعني على هو ما بيخبرونا الموظفين، ولكن ايضا كثير مهم نسال عن موضوع انه احيانا بيكون في حالات بتتطلب انه نتجاوز بعض القوانين او حتى نتخطاها، كيف هذا الشيء بيتم نظمه؟ هل هو ضمن اساسا اطر بقانون العمل او رؤيه قسم الموارد البشريه؟ ما أنا هي ضمن قانون العمل او ضمن حتى ولا حتى هي ضمن النظام الداخلي، بس يعني مثلا اذا نحن عم نحكي، اعطيكي مثال انه عم نحكي على تم اخذ قرار فصل موظف بسبب سرقه مثلا، فهون ما في استثناء. يعني انا بشوف القصه من وجهه نظري انه هي ما فيها استثناء، الشخص اللي هو عنده قدره انه هو يسرق. طبعا اهم شيء انه تكون مثبته، يعني انا مو شكيت انه شخص موظف عندي قام بعمل السرقه فانا بفصل، لا لازم تكون القصه مثبته. فاذا هي مثبته انا ما بشوف القصه انه هي قابله للتفاوض، يعني سرقة هي. فهي هيك الاستثناءات تؤخذ بشكل فردي عادة حسب وجهة نظر الإدارة، ممكن يأخذوا بعين الاعتبار مثلا تاريخ الموظف، الهيستوري للموظف، ده هو قديم، ده هو عمل شيء منيح للشركة، أو هو مثلا لا حدا كرر نفس القصة، هو تسامح من قبل فبيأخذوا قرار أنه لا نحن لازم نمشي بموضوع الفصل. فهي ليست ثابتة، هي بتكون بناء على توجيهات أو قرارات أو رؤية الإدارة بهذا الموضوع. طيب هيك اخيرا، يعني استبدال قسم الموارد البشريه او مسؤول الموارد البشريه قد ايه ممكن ياثر هيك على سير العمل؟ يعني بتختلف عقليه القسم قد تكون باختلاف المسؤول يعني اللي بيكون موجود، فقد ايش هذا ممكن ياثر على سير العمل؟ حلو موجود تحديدا بالمنهجية اللي تأسست عليها الشركة، المنهجية الإدارية واللي هي عم تمشي عليها من سنين قديمة وليس من جديد، هذا الحديث تراكمي. من الذكاء أو من الحنكة بالعمل الإداري لما يتم العمل على مبدأ الولاء للإجراء وللبروسيجر وليس الولاء للموظف، فبالتالي نحن بيكون عدم وجود موظف او وجوده هو ما بيأثر او ما بيعمل لي جاب، ما بيعمل لي شرخ لما حدا بيترك، لانه نحن الولاء والاساس تركيزنا على البروسيجر، على كيف بنمشي، كيف بنطبق هاي الاجراءات. فبالتالي نحن بالشركات الاحترافيه هي بتشتغل كثير على قصه انه الاجراءات تكون موثقه، وانه نحن بكون ولائنا كاداره للاجراء وليس لموظف الموارد البشريه. هون بتبين قديه مهم انه نحن نختار اشخاص اختصاصيين واداريين واحترافيين بمجال الاداره، وما يكون انتقائهم عشوائي، لانه نتيجه الانتقاء العشوائي هي بتبين على المدى البعيد مثل هي القصص، وليست على مستوى القرارات الآنية مثل موضوع شراء أو بيع. يعني هو الأشخاص الاحترافيين تماما بيكونوا عرفانين شو مدى ضرورة التركيز على الولاء
للإجراء وليس الولاء للموظف. فمن هون بتبين قصة إنه قدامهم نحن نختار الأشخاص احترافيين، قدامهم نحن نختار الأشخاص ذوي الخبرات والمهنيين والإداريين الفعليين.